يا صديقي، الذكاء الاصطناعي سيجعل موهبتك تكسب مالاً. محفظتي ستخبرك القصة. السر يكمن في حرفين A و I، الذكاء الاصطناعي. فزيادة المنافسة في الذكاء الاصطناعي يزيد المال. موهبتك قد تساهم في صناعة محتوى، ولكنه سيكون متعب. الذكاء الاصطناعي يتدخل ليطور صناعتك ويسهلها من الإنشاء حتى جذب المتابعين، وهذا سيجذب الرعاة الماليين. التسويق بالعمولة طريقة أخرى لكسب المال، ولكن الذكاء الاصطناعي ينقلها لمستوى مختلف، حيث إنشاء أفكار المحتوى وصولاً للتعاقد مع العميل. الذكاء الاصطناعي سيساعدك في تطوير التطبيقات للغير وبيعها، وهكذا تجري الأمور. تمتلك أنت الموهبة، ويأتي الذكاء الاصطناعي لجعلها أفضل وأكثر انتشاراً.